انطلقت منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه البريمير ليج باستاد القاهرة الدولي، وتستمر حتى 29 من يناير الجاري بالصالة المغطاة بمشاركة نحو 400 لاعب ولاعبة يمثلون 58 دولة. وبدأت منافسات البطولة بدور المجموعات لمنافسات الكاتا السيدات، ثم منافسات الكوميتي بدور المجموعات، يتبعها منافسات دور ربع النهائي مساء اليوم، وينطلق الدور نصف النهائي للكوميتي في وقت لاحق من اليوم.